فالطريقة السليمة في تصور المسائل الفقهية هي البدء بمختصر من المختصرات يصور لك المسائل وفقا لرؤية معينة. اليوم ولنتحدث بكل وضوح، من دعاة الانتصار إلى كتب السنة وفقه الحديث ونحو ذلك وإهمال كتب المذاهب، وأنا أزعم أنني متخرج من كلية الحديث ومتخصص في كلية الحديث، أقرر بلا إشكال أن كتب السنة، وأرجو أن يفهم كلامي في محله، أن كتب السنة وحدها لا تكون فقيها، لأن الأحاديث النبوية، الفقه ليس مبنيا على نصوص الأحاديث فقط، إنما كما ذكرنا سابقا هي في طريق في تكوين منظومة عامة من خلال نصوص القرآن والسنة النبوية. كثير من الفروع التي يحتاج إليها الفقيه اليوم لا يمكن لعالم أن يدرسها أو يدرسها عبر كتب الحديث، وإنما تحتاج إلى أن تدرس الفقه بطريقة الفقهاء، أعني بها طريقة المسائل الفقهية، حتى تتصور المسائل. فإذا تصورت المسائل لا شك أن بعض الجزئيات الفقهية فيها خلاف، فإذا قلنا لابد إذن أنك في الخطوة الأولى أن تدرس على طريقة فقهية معينة، وهذا هو المذهب. صحيح. فبمعنى أنك ستقرأ الجزئيات أو الفروع الفقهية التي يذكرها فقهاء المالكية في كتبهم، أو الفروع الفقهية التي يقررها فقهاء الحنفية في كتبه. مجرد تصور، هذه المرحلة الأولى، تحتاج أن تتصور المسائل. لو قال قائل يمكن أن أدرسها عبر كتب الحديث، سأتنزل معك وأقول يمكن ذلك، لكن أسألك بربك، لو قرأت هذه الجزئيات أو المسائل الفرعية على مذهب من؟ على مذهب مدرسك. لأن المحدث أو شارح الحديث لا شك أنه في طريقة تحليله للنص النبوي والاستنباط هو جار على أصول معينة، وله اختياراته الخاصة التي قد، بل وهنا قد للتحقيق وليست للتقليل، قد يخالفه فيها غيره. فإذا هو إذا أراد أن يعطي لك وجهة واحدة سيعطي لك اختياره وخياره، وسيهمل الأخرى، وسيزعم أن هذا هو الفهم الصحيح من الكتاب والسنة. للتسهيل إذن أن نقرأ كتابا فقهيا على مذهب إمام معتبر، أعني أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد بن حنبل، لتصور المسائل. ثم تنتقل للنقطة الثانية أو المسلك المرتبة الثانية، أن تدرس دليل الإمام على هذه المسائل، فيقال لك دليل مالك على القضية الفلانية كذا، دليل مالك على القضية الفلانية كذا، فتطعم بالدليل. ثم المرحلة الثالثة أن يقال لك ترى هناك أئمة علماء أجلاء آخرين قد خالفوا الإمام مالكا في هذه بعض هذه المسائل ورأوا آراء أخرى فيها، وهم أبو حنيفة ذهب في هذه القضية لا كذا، ودليل أبو حنيفة كذا، وهو ما يسمى بالفقه المقارن حينها. بكل وضوح إذن الذي يقتضي التدريس هو التسلسل المنطقي لطلب العلم، عدم إمكانية تصور فروع الفقهية كاملة من خلال كتب الحديث، والقضية الحاسمة فيها النظر في تراجم أهل العلم. اليوم واختر من شئت من علماء الحديث، من علماء الفقه، من المشهورين بالتفسير، اختر من شئت من العلماء عبر التاريخ وانظر في تراجمهم، تجد أنهم لا شك أنهم درسوا مذهبا فقهيا، أو لعل بعضهم حفظ مختصرا من هذه المختصرات، فيقال في ترجمته أنه حفظ مختصر القدوري في فقه الحنفية، أو خليل، أو حفظ الرسالة، أو درس الرسالة ابن أبي زيد، أو نحوها من المتون، أبي شجاع في الشافعية حفظ زاد المستقنع إلى آخره من متون الفقه على المذهب.